أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن عبد الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار، فوجدت حجرين فالتمست ثالثا فلم أجد، فأخذت روثة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. مالا ابن مسعود جاري شي تردى فرمي من لقل بيغمبر يخوابهم عليه الصلاة والسلام كتشوب وذس باو قياندن منيش سي بردن بو برد بلام دويان برد بونو أو يتريان روثة بو بيغمبر يخوا عليه الصلاة والسلام بردكي ورقيتون روثة كي فريدا فرمي ما بيسا أما نابد خوتي بيباكي توا